تسلم سعادة المونسنيور خوان إنريك فيفيس إي سيسيليا الأمير المشارك لإمارة أندورا في القصر الأسقفي في سو دو رجيل أوراق اعتماد سعادة الدكتور محمد عبد الغفار عبد الله سفيرا فوق العادة مفوضا لمملكة البحرين لدى إمارة أندورا المقيم في باريس، بحضور كل من السيدة ماريا أوباك فونت وزيرة خارجية أندورا والسيد جوزيف موري بريور الممثل الشخصي للأمير المشارك. وقد نقل سعادة السفير إلى سعادة الأمير المشارك لإمارة أندورا تحيات حضرة صاحب الجلالة أهل البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لسعادته بدوام الصحة والعافية ولإمارة أندورا بالنماء والازدهار، مؤكدا أهمية دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين مملكة البحرين وإمارة أندورا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية. بدوره كلف سعادة المونسنيور خوان إنريك فيفيس إي سيسيليا سعادة السفير بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين وحكومة وشعبا بمزيد من التطور والرخاء، مهنئا سعادة السفير بمناسبة تعيينه في هذا المنصب الدبلوماسي الهام، مؤكدا بأنه سيلقى كل الدعم لإنجاح مهمته الدبلوماسية، مشيدا بأهمية السلام والتسامح والتعايش السلمي بين البشر، ومثمنا ما تتمتع به مملكة البحرين من انفتاح وتسامح وتفاعل بين مختلف الثقافات والأديان.